مرحبا بالاخوان، ما نطولش عليكم. غادي نوري ان شاء الله الاخوان كيسقسيوني على حساب الشبكه كيفاش كتركب، غادي نوريها لهم ان شاء الله بحول الله اليوم. سبحان الله العظيم، انتم شفتوها مني كانت جايه، راني خليت لكم واحد التصويره تمايا كتم جايه، سبحان الله مطيره الغبراء. ما شاء الله هاد الخرشوفه هذه زينه الاخوان، بقى خضراء، غادي تتمتع فيها ان شاء الله بحول الله، غادي تصبح غدا جديده. الغنم ماشي الخرشوفه، الخرشوفه راها جديده ولكن غدا غتصبح قديمه، غتخلي فيها غير العواد ان شاء الله بحول الله. راه خارجه دابا من الكوري جعانه، غادي تبات هنا ان شاء الله، تبات تاكل. راكم عارفين الاخوان بالنسبه للصيف الغنم تاكل في الليل اكثر من النهار، النهار خليه واحد الماء تعرقها مع راساتها، وفي الليل الماكله. بحال دابا حنايا اللي عندنا هاد المساله ديال هاد الراعي الالكتريكي، في الليل كنبني ليها تاكل، وبالنهار كنخرجها هذيك الصباح ملي كيكون الجو بارد، ونخليها تنعس في الكراج في الكوري عفوا. واحد الاخ قال لي مسكين، قول الكوري ماشي الكراج، الكوري يا سيدي، الكوري. الكوري ديال الغنم خليتها، كنخليها تنعس في الكوري، تدوز الحراره تمايا حداها الماء، نضلها شويه. ودابا نخرجها هنايا، دابا راها 7:30 تاع العشيه صافي، وتبات هنا ان شاء الله حتى 6 ديال الصباح، نجي عندها انايا نخرجها تبدل عاوتاني الصباح، تاكل شويه ديال الربيع ونديها للكوري. غادي نحاول نوري الاخوان اللي كيسقسيوني على حساب الشبكه ان شاء الله. هذه هي الشبكه الاخوان، نحط العكاز ديالي هنا، هذه هي الشبكه. وانا غادي نمشي عند السي عبد الحق، راه هو لهي ان شاء الله بحول الله، باش نوريكم الخدمه ديال الشبكه. انا نشد التليفون وهو يخدم، ولا انا هو يشد لي التليفون وانا نصايبها، باش الناس اللي باغا تشوف الشبكه كيفاش كتخدم وكيفاش كنركبوها. ساهله ماشي واعره الاخوان، وراها امنه 100% بالنسبه للغنم، راها امنه 100%. حتى حنا هنايا راه كاين في واحد المنطقه هنايا الفوق جيت الباسك كيديروا حتى الخيل. جاتني واحد العيطه ولكن ماشي مشكل، غادي نمشي عند السي عبد الحق باش نوريكم ان شاء الله الشبكه كيفاش كتخدم، خاطر هو بعيد ليه. انا يا راني كنت حطني تمايا بالطوموبيل وهو جا هنايا يصايب الشبكه، وانا جيت الغنم من الكوري بعيد شويه. يا نتمنى ما يكونش الفيديو ممل، نتمنى تستافدوا الناس اللي باغيين يستعملوا هذا الراعي الغنم، هذا الراعي الالكتريكي. ها هي الغليمه هنايا، دابا غادي نبنيو هذه الحاشيه من هنا، ونبنيو الحاشيه الاخرى لهي ان شاء الله باش نسدو عليها جوج حواشي، نديروا لها الزريبه. تسنى السي عبد الحق، تسنى راه الناس باغيين يشوفوا سيدي، الاخوان باغيين يشوفوا الشبكه كيفاش كتركب. ها انتم الاخوان، دابا ها هي مسرحه في الارض، كتسرح في الارض بحال هكا، وهاد المسامر كيدقوا بالمطرقه. دابا الارض راها قاصحه، اول حاجه كتسرحها في الارض بحال هكا، سرحها كامله، راه هو السي عبد الحق كيسرح فيها صافي، ودق في الارض. راه عندها السلوكه هنايا، عندها سلك تاع الحديد، هذا هو اللي كيدخل في الارض، وهذا الراس ديالو كيسرحها كامله، يحاول ما امكن تسرح كامله صافي، ومن بعد تبقى تدق فيها. انا غادي نمشي عنده باش نوريكم الخدمه ديالها كي دايره ان شاء الله، نوصل حتى لعندو. راه كبير هاد البلاد هادي، راه كبيره الاخوان ماشي صغيره. سير السي عبد الحق، سير بسم الله، الناس باغيين يشوفوا هاد الراعي الالكتريكي كيفاش يركب. شي اخوان كيسقسيوني، ها انتم الاخوان، دابا ها هو لصق في الارض، ها هو السي عبد الحق هاز المطرقه كيدقوا في الارض بحال هكا صافي، كيلصق كيبقى لاصق بحال هكا، ويبقاو غاديين معاها بحال هكا كامله ان شاء الله حتى تلصق كامله. فيها شويه ديال التعب ولكن معليش، ممله
كتبقى تلصق في العواد، ولكن اش غادي نديرو، هادشي اللي عطى الله. هادي هي الشبكة الاخوان، مني كتكون مجموعة ومني كنسرحها كنفتحها بحال هكا، كنلصقها مع اختها. ها هي كندق واحد حدا واحد، هذا كندقو هنا وهذا كندقو هنا، وكنجيبهم كنعقد عقده هنا، نشد هذا ديال هاد العصا هذه، ونشد ديال هاد العصا، كنعقدهم وكنلصق هاد الحديدات مع بعضياتهم، هاد الحديدات هادو. ها هي دابا مجموعه راه مشدوه بالقنب، ومني كنكون كنجمع فيها كنحاول نشد هذا هو الاول، وكنبقى غادي معاها واحد من ورا واحد وكنجمع فيها. مني كنسالي كنطيحها في الارض، كنلويها كنديرها رولو، كنلويها صافي، وكنعقدها بالقنب. دابا كنشتتها بحال هكا، وكنت ماضي وكنسرح فيها، كنطلق واحد ورا واحد ورا واحد، تنكملهم 50 متر فيها في الشبكه صافي، وكندقهم في الارض. نتمنى تكونوا شفتوها مزيان وفهمتوها مزيان، راه ساهله الاخوان وماشي غاليه. نقول لكم الثمن ديالها كديروا كدير 50 حتى ل 60 اورو، كدير 60000 فرانك لواحد الرولو بحال هذا، كيدير 60000 فرانك حتى ل 50000 فرانك. والباتري، الباتري راه هوايا فينا هو، راني وريته شحال من فيديو الاخوان، راه كاين شحال من فيديو ديال الباتري درتو وريته. الباتري كيدير شي 600 اورو، كيدير شي 600000 فرانك، فيه الباتري فيه الطاقه الشمسيه. كي هذا الباتري يقدر يديلك حتى 7 سنين 5 سنين 6 سنين، عيرتها الله فيه وصافي، تبقى برا مره شارجي الباتري مني اخوه. وبارك الله فيكم، ما بغيتش تفوتني الفرصه الاخوان نوريكم الخرشوفه القرنع القوق كيفاش كيغرسوه. ها هو من بعد ما كلاتو الغلم، ها هما غرسوها خوتي، ها هويا، ها هو سبحان الله العظيم شاد فيه الببوش عاوتاني كما الصباح وريتكم فيه غلاله، ها هو شاد فيه الببوش، ها هو غرسوا هاد البلاد هذه كما كيغرسوها كيسقيوها في البلاصه باش يشد، سبحان الله العظيم. غير العواد ومن بعد غادي ينوضوا، هادو كيبقى كيدور عليهم العام، يدور عليهم العام كيكبروا، ياكل منهم بنادم، يقلعوا منهم الغله، مني كيساليو منهم كيقطعوهم، كتجي الغلم عاوتاني كتاكلهم، كتسالي من الماكله الغلم كيقلعوها هما من الارض وكيغرسوها بحال هكا عاوتاني. ها الاوطوروت الاخوان، راه قريب الاوطوروت هاد البلاد هذه، يلا ساقينها ما شاء الله. هاد الخرشوفه كلات الغلم اللي كان محضي انايا، هي اللي رعات فيها، راه مازال كترعى في البلادات الاخرين. ها هي جايه نايضه، لا باقا بالورقه ديالها هادي، باقا الورقه ديالها. دابا هاد الورقه هادي غادي تنوض ان شاء الله، صافي كتنوض كتولي نقله كتكبر، كتخرج مع شي خمسه العواد بحال هادو ولا سته صافي، وكتبدا تعطي القوق. هذه هي الاطوره الاخوان، راه قلت لكم باقا الشرع هذا باقي والله اعلم. صافي الاخوان، سالينا ليها الشبكه والاخوات، هي غتبات هنايا ان شاء الله حتى الغدا، تبات متعة مع راساتها. الجو راه تقلب عاوتاني والا باغا طيح الشرع دا هنايا، غتبات تاكل الليل كامل ان شاء الله، تبات مرتاحة. سالي هذا هو كيلاحظ مليح عاوتاني، هذاك اللي مليح حتى هو راه مقطعينو. سالي هذاك هو كاين واحد اخر عاوتاني هنا مقطعينو، حتى نكملهم ان شاء الله هكا غادي معاهم. ايوا هذه هي حياتنا، هذه هي حياتنا هنا في شمالنا برا. كيسقسوني الاخوان بالنسبه لهاد الغلم هذه، اش من سلاله، واش تقدر تعيش في المغرب ولا ما تعيش، واش تعيش خارج هاد المنطقه ديال اسبانيا ولا ما تعيش، واش تعيش في اسبانيا في بلاصه اخرى بحال الاندلس. هاد الغلم كتاكل بزاف الاخوان، هاد الغلم هاد الغلم الا عندها الماكله تعيش في اي بلاصه، خاصها غير تكون عندها الماكله موجوده وصافي، هي ما كتزقاش من الماكل. انا درت لها دابا الاخوان ثلاثه الباكيطيز ديال العلف مخلطين، بالنسبه للعلف مخلط بالذره، مخلط بالجلبانه، بالفصه، بالتبن، هو جابهم ليا دابا. ها هما كيخشيو راسهم من هنايا وياكلوا، راه كانوا تقاداو ليهم، مخلط بحال العلف اللي كنا كنخلطوا هنا في البلاد بالنخاله، عاقل انايا كنا كنخلطوا التبن بالنخاله. هاد الغلم هادي السلاله ديالها كتسمى على حساب سراغوسا، الاخوان اللي عايشين هنايا ولا اللي في المغرب راهم كيعرفوا سراغوسطا،
صراغوسة. هاد الغنم هادي أصل ديالها من صراغوسة، وهذا جابها لنا برا، عاشت فينا برا، كتغلط بزاف على حساب الماكلة موجودة، ما عالياش بزاف وكتغلط بزاف. وكاين الغنم ديال الجبل هابطة على هادي قليلة، هادي طويلة شوية هي وغليظة. الغنم اللي الغنم ديال هنايا هابطة واحد شوية هي وغليظة على هادي، غلط من هادي بزاف. وهاد الغنم غلطت بزاف على حساب الماكلة وصافي. الماكلة الإخوان راكم عارفين الماكلة كاينة بزاف هنايا، كتاكل داكشي اللي بغات، وماشي صالحة للحليب هاد الغنم هادي، ماشي ديال الحليب، ماشي ديال الحليب. هاد الغنم عير ديال اللحم وصافي، ما تصلحش للحليب. علاش؟ ما فيهاش الحليب بزاف، فيها الحليب باش تقدر تعيش لك جوج ولاد وصافي. بارك الله فيكم.